البارحة يعني تفاجئنا بواحد هزة أرضية يعني اللي كانت هنا في المنطقة ديال الرباط، وبالتالي يعني كنا في واحد الحالة ديال الرعب وفزع، وبالتالي أننا خرجنا يعني خارج المنازل، الأغلبية ديال الناس خرجوا خارج المنازل، وبالتالي يعني كان مشكل في مشكل كبير ما يخص يعني الدخول الى المنازل الى غير ذلك. هذا هو اللي كاين. انا كنت يلا دخلت للدار، ما دخلت ريحت، يلا شعلت بي سي ندير شي فيلم نتفرج فيه، واش نحس فهمتي بالبيت كيمشي ويجي، نقول ويلي كما طاح لي الطونسيون ولا شي لعيبه. انا توقفت فهمتي نقص داك وانا نعاود ريحت عاوتاني وبدا شي يتحرك، قلت واقع على هذا الطونسيون. انا تلقيت مولين الدار حتى هما كذا تسمع الغوات في الزنقه ويلي شاد البلان صافي خرجت. يقول لك راه فهمتي في الدار قال لك الزين زال كذا، خرجت لقيت بنادم كلشي خرج الزنقه اللي داير طونطا فهمتيني اللي بيت في طوموبيل صافي هي هذيك. تنطلبوا الله فهمتي لطف بينا والحمد لله راه جات لطيفه، وتندعيو مع الناس اللي ماتوا في مراكش وكذا الله يرحمهم والله يعوضهم في هذا الشيء والله يلطف بينا. لا في الاول كنت في لولي ولكن مشى بيا شي شويه تنسحب غير شي حاجه تحركت من التحت، ولكن حك هو ضرب دو فوا في لا دوزيام فوا شفت لا طابل تتحرك صافي، وانا نعرف بالله راه لو ترومبلومون دو تيغ، وانا نخرج لقيت الناس كلشي تيقول راه لا خرجت عادي لا ما لا الحمد لله ما تخلعتش. مع جاتني بحال جاتني الدوخه، قلت بوتيت خد الدوخه ديال لا طونسيون لا مي هو راه الزنزال. ملي خرجت لقيت الناس صافي تيهضروا عاديين تيقولوا راه الزنزال راه ديره راه ضرب سميتو صافي. الناس كلها مشات الباب العلوف في هنايا وتجمعوا داك الشيء حتى الجوج نسد الليل، وبقاو شي تيستغفر شي يقول يا لطيف هذه. المهم هذه راه سميتو انذار من الله سبحانه وتعالى، الواحد يصلي ويستغفر ويتسامح مع الناس اللي هذا ويتسامح مع العائله ديالو ويدير الخير، لان ما تيعرفش الواحد امتى تتكون سميتو الاجل ديالو. انا كنت قالت في القهوه مره ناض واحد السيد قدامي وغوت بصيحه بانه راه الزلزال، قلت انا ما يمكن شي الزلزال وغادي ينوض هذيك النوضه كامله وديك السياره ربما غير تيبسط شويه. قال لي لا راه ما سي البسط راه بصح راه الناس تحركات وكذا وهذي نوض بحالاتك. قلت انا اللي اعطى الله راه غادي يعطي، لاش غادي نوض وغادي نقفز وكذا. قلت له اودي اللي كتب الله راه غادي يكتبو، والانسان راه مجرد عبد في الوسط ديالو. هذا الشيء ما كان. البارح كنا كنتفرجوا في واحد البرنامج في التلفزيون، كنت انا مجبد انا والسيده كنتفرجوا، واحد الوقت حسيت بالارض تحركت تحت مني بحال اللي دخت. واحد الوقت عندي واحد تريا شويه خفيفه، كنحس بدوك لي زيليمون ديالها كيدير واحد الصوت. انا عرفت الزلزال اللي انا عشتو شحال من مره، قلت السيده راه الزلزال هذا، وما كانش عندي شي تاثير يعني خديت انا داز الزلزال ما خفتشي ما خرجت للباب فيقت واحد الولد عندي كان ناعس، وخرجنا للباب ناس الجمعات وهذا. ديك الساعه شعلنا التلفزيون بقينا كنتبعوا الاخبار وكانت الكارثه. شي قلنا انت كنت مع الفرق كيدير ها كنت مع الشفاعه على برا في العماره وكنت مع الغواتات وهذا وخرجوا، واش نقول العمر في يد الله غيبقى اذا كنتشنى والله ما خرج على برا عباد الله خارجين عاديانين ها؟ لا بالنسبة للدار كنت بوحدي في الدار، لا باش ملي كنت غير بعدي واحد في الدار كنتشنى حتى في هذه الامور وصافي شفت عمي عيطت العائله والله ما عيطت على شي حد العمر في يد الله والله ما عيطت على حد والله ما عيطت على شي واحد. صراحه ملي وقعت هذه الفجيعه هذه هي صراحه كانت فجيعه فهمتي خلات لنا واحد الخوف وخلات لنا واحد الاسى الداخل، و بحال او ميم طون عرفتنا على شنو هو الزلزال. دونك الناس دابا كيطابيو في جوجل ويطابيو في لي ريزو سوسيو الزلزال، دونك هي واحد الفرصه اننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الزلازل لا قدر الله شي حاجه بحال هكا، ونتعاملوا مع هاد الكوارث الطبيعيه زعما
هي وباش نجاوب على السؤال ديالك، هي اننا قرينا ملي وقعت هذه الفاجعه هذه، قرينا كيفاش نتعاملوا مع الزلازل، مع بزاف ديال لي انفلونسور، بزاف في لي ريزو سوسيو، ولا وقعت شي حاجه هي غادي تكون مستعده دير اللي عليك والكمال على الله. بطبيعة الحال راه حنا دائما في حاله ديال التاهب وديال ديال يعني الحيطه والحذر من اجل يعني يعني الخروج من الشارع، هذا هو اللي كاين. صراحه ما نكذبش عليك، راه كتقول راه مستعد، ولكن انت كتجي ديك اللقطه عاد باش كتحس بها ديال بصح، فهمتي؟ كتبقى تفكر عندك والديك، فهمتيني، عندك داركم، فهمتيني، اطرب عليهم الدار الله يسر ولا شي حاجه، فهمتي انت، واخا انت ما يطرى لك والو، ولكن كيبقى عقلك، فهمتيني، كتبقى تقول والدي كاين اللي ضعف والديه، كاين اللي كيمشي ليه داكشي اللي عنده ما فحالوش، فهمتيني، يبقى في الزنقه مسكين ما عنده ما هي مجهزه نفسانيا ومعنويا، الا فين ما كان الواحد راه غادي كانت مكتب علينا غنموتوا في الزنزر، غنموتوا في الزنزر، طب كل واحد وكيفاش مكتب ليه مستعد صافي، ما بقاش داك الخوف ندخل لسميتو فين ما كان، الا تعاود رحنا داك راه قضاء وقدر اللي كتبوا لينا الله راه غادي يدوز علينا. ايوا الا كانت قريبه، اما الا داز واحد المده وتعاد تنسى ضروري باش غادي تنسى، ولأن كانوا فات زلازل أخرى، ولكن الإنسان ما غاديش دائما يفكر بأنه راه الزلزال غادي يكون، بحال اللي تيفكر الموت كاينة ولكن ما تستطعش باش يتغلب عليها. الموت ظاهرة واقعية والإنسان ما غادي يستطع باش يتغلب. هو اللي غادي نقول لهم أولا الله يرحمهم، ثم ثانيا الله يداوي هذا الموجع الأليم اللي صابهم بالصبر. لا لا بالنسبة لي أنا يعني مشى داز الوقت ديالو ومشى، ما باقي ما نعرف شي ساعه اخرى يمكن، اما دابا ما عنديش تصور جديد اش غيوقع ولا شي حاجه. انا دابا كنعيش مع هاد الناس اللي عاشوا المأساة مساكن، وهذا هما اللي عايش معاهم انا، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يشافيهم، وكنطلبوا من السلطات انها تجند بقوه وبكثافه وسميتو باش تنقذ هاد الكارثه، لان ماشي سهله، كارثه كبيره بزاف، وراه ماشي غير دوك الناس، راه يعني المغرب كله راه عاش هذه الازمه هذه، ونتمنوا لهم الشفاء ان شاء الله. مش عند الموت، ايوا اش غادي يديروا؟ هي طاحت عليك الامارة وتفوت العمارة، اش غادي يدير؟ تقول لا تحبتها؟ ما يمكنش، ما انت مش زاد الامر في يد الله، لا ماشي ديك. الله يشبركم اللي توفوا، الله يشبركم، والعمر بيد الله، فهمتي؟ لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. هو ضرب هنايا والموتى كاينه في العيد، شو الفرق؟ فهمتي؟ والامر بيد الله.